السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد على القناه وفيديو جديد. وهذا النهار غادي نبدا معكم سلسله ديال وجبات صيام المتقطع او لا صيام العكسي. كان سبق لي فيديوهات سابقه على القناه طرقت لهذا الموضوع وشرحته لكم، وكانوا وصفات يعني ديال ايام متتاليه من الفطور حتى العشاء، يعني الوصفات كاملين اللي ناخذهم في الصيام المتقطع. بالنسبه لهاد الايام غادي يكونوا، ما عرفتش انا شحال غادي نقدر نصور معكم هاد الوجبات، ولكن غادي يكون وجبات في المتناول وكل شيء يقدر يديرهم. بالنسبه واحد النبذه الا بغينا نقولوا صغيره على الصيام العكسي ولا الصيام المتقطع، هو مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم ثبات في الوزن، لانه كتنقصوا بواحد الا بغينا نقولوا شويه بشويه، ولكن مهم كينقص الواحد وكي ديك الدهون كتخلص منها، كيتخلص من السكر اللي عندنا في الدم، ومن بعد كيتخلص من الدهون. بالنسبه للصيام العكسي كاين من كاين اللي كيدير 16 ساعه، كاين اللي كيدير 18 ساعه، كاين اللي كيدير 20 ساعه، كاين اللي كيدير 20 ساعه وكياكل في 4 السوايع، ولكن خص هذوك 4 السوايع ناكل فيهم ديك السعرات الحراريه اللي محتاج ليها الجسم ديالنا. بالنسبه ل 16 ساعه انا كنفضل ديال 16 ساعه، وهذا هو اللي يعني كنصحوا به الناس. اللي بغات تبدا ب 14 ساعه يعني تصوم 14 ساعه وتاكل في الاوقات الاخرى، في يعني في 10 السوايع وهكا. بالنسبه للتوقيت، التوقيت على حسب، كاين اللي كينعس بكري وكيفيق بكري، دونك غادي يدير على حسب الريتم ديال نمط العيش ديالو. كاين اللي كينعس معطل، المهم عندنا ديك 8 السوايع ديال النعاس مهنيين منها، ما كناكلو ما كنشربو فيها. 8 السوايع الاخرين ديال الصيام يعني كنصومو على الماكله، اما الماء اتاي مسوس، قهوه مسوسه، لي تيزان نقدروا نشربوا منهم، ما كاين حتى شي مشكل. فقط الصيام على الاكل. بالنسبه الى بغينا نقولوا الفوائد، كما قلنا كيتخلص من السكريات، من الدهون، اكثريه الدهون اللي عندنا في المنطقه ديال البطن. كننصحكم قبل ما تبداو انكم تاخذوا القياس ديال البطن ديالكم، ومن بعد واحد الشهر غادي تاخذوا، غادي تلقاو بانه القياس نقص من طبيعه الحال مع الوزن. شنو اخر على بالنسبه لهذا الصيام المتقطع بالنسبه للناس اللي يقدروا يديروه؟ الناس طبيعه الحال اللي بصحه جيده، الناس الامراض السكري والضغط واللي عندهم امراض، من الاحسن يستشروا مع الطبيب ديالهم. بالنسبه للحوامل ما ننصحهمش به، اما المرضعات تقدر ديرو، ولكن انها تحاول تاكل ديك الكميه في ديك الوقيته ديال الماكله، تاكل واحد الاكل المتوازن واللي يناسب الرضاعه ديالها، يعني غادي تاخذ واحد الا بغينا نقولوا نسبه ديال الكالوري اكثر من اللي محتاجاه انا اللي ما كنرضعش. بالنسبه للنسبه ديال الكالوري انا كناخذ بين 1000 و1300، ولكن الاكثريه كيكون 1200، ما كنحسبش، ولكن عيني ميزاني كنشوف ما نكثرش وصافي. شنو اخر بالنسبه لي انا كنبدا مع 12، يعني واخا فقت في الصباح كنفيق الصباح، كنخدم شغالي، كندير داكشي اللي كنديرو، من بعد اول وجبه كتكون مع 12، كناخذ السناك مع الزوج، الوجبه الاساسيه كناخذها مع 4 ومع 6، يعني الوجبه الاخيره كناخذ سناك خفيف. هادشي اللي نقدر نقول لكم بالنسبه لي انا. المهم غادي تشوفوا هادشي في الفيديوهات. شنو اخر شنو نقدر نقول لكم عليه، هو انه هو غير شنو النمط ديال الحياه اللي خصنا نتعودوا عليه في الحقيقه، وخصو دائما يكون ديما يعني نكونوا معتمدين عليه ديما. راه حتى في الاحاديث، في الحديث النبوي صوموا تصحوا، يعني راه الصيام مزيان لينا هكا، الجسم ديالنا كيجبد من دوك الدهون اللي كتكون مخزنه. هذا نمط خصنا، انا كنت مواظبه عليه، ولكن للاسف بالنسبه كانوا عندي ادويه كان لازم ناخذ بالليل ماكله اللي تليق بداك الدواء اللي كناخذو. نتوما المهم كما قلت لكم غادي تشوفوا على حسب نمط الحياه ديالكم والصحه ديالكم وشنو يناسبكم. المهم هو انه انا بالنسبه لي انا كنصوم 16 ساعه،
وكان كل في ديك 6 سوايع. المهم ما نطولش عليكم، غادي نخليكم مع الوجبات كما قلت لكم غادي يكونوا في المتناول، غادي يكونوا بساط جدا. غادي نحاول انني ما ناخذش دوك الحوايج اللي ما كيكونوش في المغرب، او واخا انه دابا كلشي ولا متوفر في اي بلاصه، ولكن غادي نحاول انه يكون داكشي مبسط يعني لدرجه كبيره. هادشي ما كاين. المهم اللي بغيت نقول لكم لهادشي كامل التزموا به وغادي تشوفوا نتيجه زوينه. وبالنسبه لدوك 8 السوايع كما قلت لكم، او عفوا ديك 16 ساعه، تقدروا تشربوا الماء، تشربوا اتاي، تشربوا قهوه، ولكن يكونوا مسوسين والماء بكثره لانه مزيان بكثره، ما تفوتوش عاوتاك القياس على حسب ما نضروش الكلاوي ديالنا. انا على الاقل كنشرب لتر ونص ديال الماء في النهار، وكتزيدوا عليها اتاي، تيزان، قهوه، بطبيعه الحال راه كنوصلوا لزوج لتر في النهار. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي نخليكم ندوزو دابا للوصفات ديال هاد النهار ان شاء الله. هنا قبل ما نبدا معكم الوصفات، بغيت غير نشارك معكم الخبيزات الصغار اللي كنديرهم نفس المقادير اللي عطيتهم لكم بزاف المرات في القناه. 600 غرام ديال الدقيق بالنخاله مع 30 غرام ديال الخميره، 400 غرام ديال الماء دافي، الملحه كيتعجن يتسلك مزيان، وكنقرصو في كيما شفتو هكا في الحبوب ولا في التيشه ولا في النخاله، ومن بعد كنخليه يخمر كنطيبو. ملي كيبرد كنجمعهم في بلاستيكات كنديرهم في المجمد، وهكا كنلقاهم في الفطور ما كنعكش عليهم. اذا هنا غادي نبداو بالنسبه للوجبه ديال الفطور. انا هنا غادي نبداها مع 12، يعني راسية متقطعة غادي نبدا مع 12. بالنسبه لي انا عندي هنايا كاس ديال القهوه والحليب. الحليب انا استعملت حليب الماعز، ثم الا كان عندكم حليب كامل دسام تقدروا تزيدوا فيه شويه ديال الماء، وكديروا القهوه متبعه الحال اما مقطره او لا اللي كتكون سريعه الذوبان بلا سكر او لا بسكر الطبيعي اللي ما فيهش لي كالوري بزاف. يعني من الاحسن انا هنا خديته بلا سكر. تقدروا تاخذوا اتاي، تقدروا تاخذوا قهوه مسوسه باش كتبغوا تفطروا تقدروا تفطروا بيهم. هنا كما شفتوا عندي بيضه مسلوقه، عندي واحد الفرماجه، وهذاك الخبيزات. انا كل خبزه كنوزنها قبل ما نطيبها، كندير فيهم 60 غرام في الوحده. اذا هما هادو كنفطر بهم، كتكون على هذا الشكل. هذا كيجيو زوينين، نتمنى انكم تجربوهم. اكيد الا جربتهم غادي يعجبكم لانهم ساهلين وفيهم منافع كثيره، اكثريه بالدقيق القمح الكامل. اذا هذا كان بالنسبه لفطوري. انا بديتو مع 12، غادي نمشي نخدم شغلي، غادي نخرج نقضي شي اوراق مصالح، وغادي نرجع. وهنايا ملي كتوصل الوقيته ديال السناك ديال الصباح، انا هنا ماشي الصباح ولكن راهي الزوج، عندي كاس ديال اتاي مسوس بطبيعه الحال. كما قلت لكم اما ديروا شويه ديال العسل او لا الفوسوكر ولا السكر اللي ما كيكونش فيه الكالوري. وعندي هنايا اللوز وشويه ديال الزبيب. بالنسبه للوز انا هنا عندي 15 حبه صغيره، واللوز معلقه صغيره تقريبا. بالنسبه للوز تاخذوا واحد نقدر نقول لكم معلقه كبيره ديال اللي كنشربوا بها الحريره عمروها. وانا بصراحه ما قدرتش نسالي حيت صافي خديت غير نص نص منهم، شربت اتاي وكان هذا هو السناك. ومتابعه الحال تحركوا، يعني الا كان عندكم شي شغل في الدار ديروه قضيوه، ولا خرجوا ديروا المشي على الاقل نص ساعه يوميا. بالنسبه للطبق الرئيسي كيف ما وعدتكم غادي يكون وصفات سهله. هنا اختاريت انني ندير طبق ديال الخضر والدجاج في الفران. هنا عندي كميه ديال القرعه، هنا عندي 3 ديال القرعات اللي غسلتهم وقطعتهم دوائر بالقشره ديالهم. وعندي هنايا واحد الكميه صغيره ديال الفلفل الوان. عندي بطاطا تقريبا، انا عندي هنا واحد 8 ديال الحبات صغارين قطعتهم دوائر، نتوما على حسب عدد الافراد اللي غادي ياكلوا هاد الاكله. عندي زوج بصلات مقطعين حتى هما دوائر. هادو بالنسبه للخضر، تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا اللي كيعجبكم تقدروا ديروه. هنا انا غادي ناخذ فخيدات ديال الدجاج اللي مغسولين بطبيعه الحال، تقدروا تعوضوهم بصدر ديال الدجاج مقطع. عندي زيت الزيتون، انا هذه دائما المساند الرسمي ديالي اللي مرقده فيها الثومه، ورق الغار، اكليل الجبل. مهم زوينه هذه بزاف، ننصحكم انا دائما ما كتخطانيش كنطيب بها. عندي الملحه، شويه ديال كركمه او الخرقوم البلدي، البزار، التحميره،
سكينجبير وشويه ديال القزبر يابس، وعندي زوج دروس ديال الثومه مرقدين في الزيت. نتوما تقدروا تاخذوا الثومه عاديه وتحكوها. اذا هنا في طبق اللي يمشي للفرن غادي ناخذوه ما ندهنوه ما حتى شي حاجه. غادي اولا نبداو ناخذ زلافه ولا اناء اللي غادي نخلطوا فيها التوابل اللي عندنا. بالنسبه التوابل على حسب كميه ديال الخضر واللحم، انا هذا غادي نطيبو ليا ولعائلتي، يعني وليداتي وراجلي غادي ياكلوا منه لانه كيعجبهم. الا كنتو غادي تطيبوا العائله ديالكم غادي اكيد غادي يعجبهم غيجربوا. كنتو غادي تديروا ليكم ديروا ليكم كميه كثيره، هكا يكون عندكم يومين ولا 3 ايام، ما تحتاجوش انكم كل نهار تطيبوا غير ليكم بوحدكم وتحتفظوا به في الثلاجه، هكا يبقى لكم غير تسخنوه وهما طيبوا لهم اكيد اللي كيعجبهم. هنا بالنسبه للتوابل كما قلت لكم انا درت كل شيء معلقه صغيره ما عدا الكركمة اللي زدت درت بزياده، المنافع ديالها كثيره بزاف بزاف. سكينجبير كنعرفوا كيتواتى مع الدجاج. المهم بالنسبه للتوابل نتوما راكم تما على حسب القياس وال يعني كما قلت لكم عدد الاشخاص اللي غادي ياكلوا هاد الطبق. انا هنا غادي نزيد الملحه، عندي هاد الملحه فيها يعني خضر اللي كتكون يابسه ومطحونه معاها. صافي انا غادي نخلطوا هذوك التوابل، نخلطوهم باش ما يبقىناش باش ما يتكورش اكثريه التحميره، وغادي نزيدوا معها واحد شويه ديال الماء. هاد الكميه ديال الماء هي اللي غادي يطيب لنا فيها الدجاج والخضر، يعني ما غاديش نحتاجوا اننا نزيدوا الماء، الخضره غادي تطلق لنا الماء الاكثريه، القرعه والبصله ما كاينلاش نزيدوا. صافي غادي نخلطهم بحال هكا حتى يتخلطوا مزيان، وغادي ناخذ الخضر حاجه بحاجه. اول حاجه كناخذ البصله، المهم الاناء اللي يدخل الفران ما ندهنوه ما والو، كناخذوا البصله وغادي ندير عليها واحد شويه، نخوي عليها غير واحد شويه من ديك الخليط اللي درناه ديال التوابل والماء، وغادي نفرشها في اسفل ديال البلا ولا في التحت ديال الغطار اللي غادي ندخلوه الفران. بالنسبه للبصله الا كتعجبكم ديروا اكثر، انا هنايا حيت ولادي بجوج ما كياكلوهاش اذا غير انا وراجلي درت غير زوج ديال البصلات. صافي هنا كناخذ وكنفرش الغطار ديالي، ومن بعد غادي ندير نفس الشيء البطاطا، تقطعوها دوائر اولا قطعوها طريفات صغار كيف ما بغيتوا. هنا غادي نخلطها حتى هي، وغادي نديرها فوق من البصله لانه هادو بزوج كياخذوا شويه ديال الطياب بالنسبه للخضر الباقيه اللي عندي. وانتم عاوتاني الا كنتو غديروا خيزو ديروا خيزو من التحت يعني مور البصله. القرعه نفس الشيء درتها هنايا، غادي نخوي عليها حتى هي شويه من دوك التوابل. انا هنايا ما كنحركش بزاف البزار اللي عندي باش تبقى لي ديك البزار لتحت الخاتره، غادي نديرها للدجاج باش يجينا بنين. الفلفله نفس الشيء، الفلافل الالوان. وبالنسبه الرجيلات ديال الدجاج انا هنايا غادي ندير بهم واحد ندير فيهم واحد الافتتاحات باش تدخل فيهم هذيك الشرموله ويجيونا بنانين. وبالنسبه حتى للطياب باش ما ياخذوش معنا وقت طويل، لانه الخضر اللي عندنا دغيا طيب في الفران ما غاديش تاخذ منا الوقت. الا كانوا عندكم طريفات ديال الدجاج هذا راه غادي يسهل عليكم الاموريه، غادي يطيبوا كلهم مره واحده مع الخضره، تقدروا يعني ديروهم هكاك بلا ما ديروهم قطعوهم صغار وصافي. هنا نفس الشيء كما قلت لكم انا خليت دوك البزار لتحت كما تشوفوا بحال هكا. دابا عاد غادي نخلط وغادي نشرمل بهم مزيان دوك الرجيلات. بغيتو تخليو هاد الرجيلات مشرملين هكا بوحدهم واحد المده تخليوهم، بغيتو ديروهم فوق الخضره وتخليهم واحد المده تقدروا يعني كيف كيف من الاحسن. بغيتو طيبوهم مباشره بحالي، انا هنايا درتهم يطيبوا مباشره في الفران، يعني من بعد ما شرملتهم دخلتهم يطيبوا. انا هنا الفران درتو كيسخن على 200 درجه، انا عندي ديال الفرن الكهربائي كنشعل لتحت والفوق، نتوما على حساب الفران اكيد كل وحده وراه غادي تعرف الفران ديالها. غادي ناخذ دوك الرجيلات وغادي نحاول انني نستفهم هنا كما شفتو كنخالفهم كنديرهم خالفين باش كيزيني البلاصه وحتى المنظر باش كيجينا منظر زوين. اكيد كما كنقول دائما العين كتاكل قبل الكرش. صافي هنا من بعد ما ساليت هذاك الشيء اللي بقى لي غادي نخويه فوق الخضر واللحم باش كيجينا
بنين. وفي الصراحة هاد البلا هذا كيجي غزال على البنات. انا دائما يعني منين كنحير وما كنعرف شنو ندير كتكون عندي الخضرة بزايد كنديرو والله القسم الى الدراري ولادي كيحمقوا عليه. صافي هنايا ساليت البلا ديالي، باقي لي ديك الرويسه ديال الثومه. الثومه الا كان عندكم الثومه عاديه حكوها من الفوق، كانتكم الثومه مرقده ديروا بحال هكا جوج رويسات باش كيجيونا يعطيونا البنه. والزيت هذا ننصحكم البنات صايبوه غزال بزاف، كيعطي واحد الريحه للماكله زوينه بزاف. انا هنا غادي نزيد كما شفتوا زيت الزيتون من الفوق، تقريبا غادي نزيد واحد ثلاثه د المعالق كبار ديال زيت الزيتون. صافي وها هي كما نقولوا الوصفه ديالنا موجوده. باقي لنا دابا شنو نديرو؟ غادي نغطيوها ب ورق غذائي، تلفت لي ورق غذائي ولا بابي اليمونتير، و نغطيوها بالبابي الومنيوم ندخلوها الفران طيب. هنا غادي تاخذ مني 50 دقيقه. منين غادي طيب ديك 50 دقيقه غادي نحيد داك الورق ونخليها 10 دقائق باش كتحمر وكتعطيني لون زوين للدجاج والخضر. من طبيعه الحال نتوما على حسب نوعيه الخضره اللي غادي ديروها، على حسب نوعيه الكميه او نوعيه الدجاج والكميه ديال الخضر والدجاج اللي غادي ديروهم. انا غادي ندخلهم للفران ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشوفوا الطبق ديالنا النهائي كيفاش غادي يجي. اكيد غادي يعجبكم. ها هو من بعد ما دازت عليه ديك المده كيف ما كتشوفوا، يعني ديك المريقه راه وكحات شربات هذاك شي قليل وبنين. الدجاج هانتوما شفتو تحمر، الخضر حتى هي. صافي هذا هو الطبق. يعني الراس هكا ديروها في اي وقت بلا يعني ما تبعوا شي حميه. هو الراس هذا ماشي حميه، يعني سي متقطع راه ماشي حميه، غير اكل كما قلت لكم نظام ديال الاكل صحي. وصافي هذه غادي تعتمدوها ديما، غادي تبقاي تصايبوها لانها فعلا سهله وبنينه، يعني دغيا كتصايب وزوينه. هنا مع الربعه انايا غادي ناكل الوجبه الاساسيه، خديت يعني اللي غادي يقدني. دائما كما نقول لكم جلسوا كلوا قدوا الطبيله، العين كتاكل قبل، ونعطيو الوقت لراسنا في الماكله. غادي ناخذ شويه ديال الماء والعصير ديال الحامض اللي دائما انا كيكون واحد لتر ونص دائما حدايا كنشرب منه النهار كامل. وليداتي صايبت لهم سلطه شليضه بحال هكا، غادي نخلي لهم حتى يتعشاو مع باباهم بلاتي مع نفس الخضره والدجاج، يعني ما غاش ندير لهم عشاء اخر. بالنسبه لاخر وجبه ولا سناك الاخير اللي غادي ناخذو مع 6 ديال العشيه، غادي ناخذ تفاح، يعني تفاحه يا اما هكاك تاكلوها يعني عادي بلا ما ديروا لها الطريقه اللي غادي ندير انا، ولكن كنفضل هذه الطريقه هذه. حيت علاش؟ كي التفاح ما كنملوهش ما كنعدفوش وكتجي بنينه في الصراحه. انا هنايا كناخذ تفاحه كنغسلها بطبيعه الحال وكنخلي لها القشور ديالها. غادي نقطعها طريفات مربعات صغار، تقدروا تقطعوها يعني شرائح طويله، و غادي نطيبها في الميكرون. تقدروا تطيحوها في شي مقله اللي ما كتلصقش ولكن بلا زبده بلا زيت. انا هنا غادي نفضل نديرها في الميكرون، كنديرها دائما دغيا كتصايب. هنا قطعت التفاحه مربعات، غادي نسمها بشويه ديال القرفه. الا كنتو كتبغيو القرفه بحالي راه غادي تعجبكم. انا ولادي حتى هذه كتعجبهم، ومني كندير لهم التارت بوم دائما كيقول لكم ماما كثري لنا القرفه. هنا صافي غادي نقطع كما قلت لكم، غادي ندير عليها واحد الرشيشه والعصير ديال الحامض باش ما تاكسدش، وغادي نزيد عليها القرفه. كما قلت لكم نتوما تقدروا تاكلوها هكاك، يعني التفاحه تقدروا تاكلوها هكاك. بالنسبه لي سناك راه في ان شاء الله في الفيديوهات الماجيين غادي نعطيكم اقتراحات اخرى هكا باش يكون واحد التنوع. كما نوعوا في الوجبه الرئيسيه والفطور، حتى في لي سناك خصنا نوعوا باش كما قلت لكم ما نملوش هاد النظام الصحي. صافي هنايا غادي نزيد عليها واحد شويه ديال السكر فو سكر منسم بالفانيلا، تقدروا ديروها غير هكاك اولا واحد الخويط ديال العسل، يعني ما كاملاش نص معلقه صغيره، غير واحد الخويط ديروه فوق منها كتدخلوها الميكرووند. انا دخلتها هنايا دقيقه صافي، وكناخذها مع كاس ديال اتاي مسوس، يعني زوينه بزاف كتعجب الكبير والصغير. هذه راه كتجي تقريبا الى طيبناها اكثر غتجي بحال الكومبوت ديال التفاح.
هذه كانت اخر وجبه ليا في هذا النهار. نتمنى من الله ان الوجبات ديال هذا النهار يكونوا عجبوكم، يكونوا عطاوكم واحد الطاقه باش تبداو هذا النظام هذا، وتكونوا خديتوا فكره على الوصفات اللي تقدروا تصايبوهم. نطلب منكم لايك الفيديو، تعليق زوين بحالكم، وتبارتجوا الفيديو هكا باش تعم الفائده، واللي عندها اي سؤال تخلي لي في التعليق اكيد غادي نجاوبها. نتمنى من الله انه هاد الوصفات يكونوا عجبوكم، انتظروا وصفات اخرى، افكار اخرى. نقولكم تهلاو في ريوسكم، تهلاو في صحتكم، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.